رفح رغم القصف الإسرائيلي على الضاحية، ولكن هناك مسيرات أطلقها حزب الله وصواريخ باتجاه إسرائيل، وتتزامن أيضا مع زيارة بلينكن. ماذا لديك من تفاصيل؟ نعم رولا، قبل قليل دوت صفارات الإنذار في مستوطنات القريبة والمحاذية من جنوب لبنان، نتحدث عن مزقف عام، مرقليوت، المطلة، المنارة. هذه المستوطنات التي دوت فيها صفارات الإنذار حيث يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي، وتحولت إلى ثكنات عسكرية وفيها آليات وعسكريات ودبابات ومدرعات، لذلك يعمد حزب الله إلى استهدافها بشكل يومي ومتكرر. أما بالنسبة للمسيرة التي دخلت واستمرت في أجواء إسرائيلي ما يقرب 45 دقيقة، وكانت هناك مروحيات، وكانت هناك أيضا بعض الحربيات الإسرائيلية، الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت تحوم حول هذه المسيرة لإسقاطها أو اعتراضها، لكن بالنهاية سقطت لوحدها في معسكر في منطقة الخضيرة التي تبعد حوالي 10 كيلومتر عن قساريا. طبعا كان هناك، دعينا نقول، دوت صفارات الإنذار بأكثر من بلدة ومستوطنة إسرائيلية، وأيضا ذهب ما يقارب أكثر من مليون إسرائيلي إلى الملاجئ. تم تعطيل أيضا خدمة الجي بي أس في تل أبيب وتحديدا بالقرب من وزارة الدفاع. بالفعل هذه المسيرة أثارت ضجة كبيرة في إسرائيل هنا، تحدث عن ما يقارب الساعة ولم تستطع الدفاعات ولم تستطع حتى الطيران الحربي استهدافها أو اعتراضها. طبعا سبقتها هناك أيضا كانت عدد من الرشقات الصاروخية هذا اليوم وعدد من الاعتراضات. كانت هناك أيضا اليوم نشبت بعض الحرائق في المستوطنات الشمالية أيضا عندما سقطت بعض الصواريخ التي لم تستطع القبة الحديدية اعتراضها. أما على الصعيد السياسي فبالفعل اليوم كانت لقاءات بلينكن المتتالية مع نتنياهو ووزير الدفاع والرئيس الإسرائيلي، كانت هي محط أنظار وسائل الإعلام الإسرائيلية طبعا، لكن دعينا نقول الأهم كان هو لقاءه مع نتنياهو، وكان يحمل معه الأجندة التي يحملها دائما وخلال كل زياراته اللي اعتدنا عليها. البداية كانت هي الحديث عن إعادة المحتجزين، وكان يحمل أيضا خارطة الطريق لإنهاء الحرب في غزة واليوم التالي ما بعد غزة. وكان هناك أيضا احتجاجات أمام الفندق الذي يسكن فيه من قبل أهالي المحتجزين، كانوا يطالبونه بالضغط على نتنياهو لإتمام هذه الصفقة وإعادة الهدنة لإعادة هؤلاء المحتجزين. الملف الثاني كان هو إنهاء الحرب أيضا في جنوب لبنان رغم تأييده ووقوفه إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب. أيضا الملف الثالث كان هو الرد الإسرائيلي على إيران، مثل ما تعلمين الإدارة الأمريكية على قاب قوسين أو أدنى من انتخابات، لذلك كان هناك ضغط أمريكي على إسرائيل للتخفيف من حدة الضربة المزعمة والمتوقعة قريبا، خاصة وأن نتنياهو كان يحدد بعض الأهداف ومنها المنشآت النووية والنفطية، لكن الولايات المتحدة تحاول الضغط في هذا الاتجاه لعدم جر المنطقة والولايات المتحدة إلى حرب شاملة وأوسع، خاصة مع اقتراب الانتخابات. هذه أبرز التطورات السياسية والميدانية رولا. رفاح، سؤال على السريع، كيف ينظر الإعلام الإسرائيلي وأيضا الجمهور الإسرائيلي لهذا التطور بالمسيرات التي يطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل؟ موضوع المسيرات أصبح هاجس أمني ويشكل ذعر كبير بالنسبة للإسرائيليين اليوم. نتحدث عن تقديرات عسكرية وخبراء عسكريين يتحدثون أن على وزارة الدفاع إيجاد طريقة ما حتى لو كانت بدائية أو تقليدية لاعتراض هذه المسيرات، خاصة وأنها بدأت تخرج عن الرادار وأنها تحلق بارتفاع منخفض وأنها سريعة وأصبحت تصل إلى أهدافها. نتحدث من استهداف منزل نتنياهو وإلى استهداف قاعدة بنيامينة، فبالفعل أصبحت تشكل هاجسا كبيرا، خاصة ما حدث اليوم. 45 دقيقة كانت صفارات الإنذار تدوي بكل الشمال الإسرائيلي، لذلك أصبحت فعلا هاجس أمني ومقلق للكثير من الإسرائيل. لا نتحدث فقط عن الشارع وإنما على مستوى الخبراء العسكريين ومستوى التقديرات الإسرائيلية الأمنية والعسكرية أيضا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القدس. مفدت الحدث رفاه السعد.